أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برنامج أوتوكاد. تعلمنا جزء من أوامر التعديل بالمحاضرة السابقة وأخذنا الأمر تريم وأخذنا الأمر كوبي. في هذه المحاضرة راح نأخذ الأمر فيلت وراح نأخذ الأمر أري. طبعا الأمر فيلت هو يستخدم لتدوير الزوايا. طيب نأخذ مثال، مثلا عندنا هذا خط، هذا الأمر لاين، راح نرسم خط بحجم مثلا 10، طبعا حجم صغير، نكبر السكيل، وطبعا نرسم خط آخر مثلا هذا الخط وأيضا راح يكون 10. طيب نريد نحول هذا الركن من ركن مدبب أو ركن مربع إلى ركن دائري. طبعا عندنا هذا الأمر اللي هو الأمر فولت، راح نختار الأمر فولت، راح يطلب من عندنا تحديد أحد هذه الأوامر. من ضمن هذه الأوامر والأشهر هو الراديوس. طبعا هنا عندنا قوس، راح يكون قوس، وهذا القوس يحتاج نصف قطر، فراح يكون مثلا نصف قطر القوس 2، فيطلب من عندنا تحديد نصف قطر، فنضغط على راديوس فراح يقول حدد لنا نصف القطر اللي هو نصف قطر القوس، مثلا راح يكون 2، ومن ثم موافق. راح يطلب من عندي تحديد الضلع الأول مع تحديد الضلع الثاني. ألاحظ أنه راح يتحول الركن من ركن مربع إلى ركن دائري. طبعا هذا القوس هو جزء من دائرة نصف قطرها 2. طيب أيضا لو عندنا مستطيل، مثلا نختار هذا المستطيل، نختار الدايمنشن، مثلا راح يكون 5 للعرض، ومثلا 10 للارتفاع بهذا الشكل. وطبعا نريد نقوس هذه الأطراف من خلال الأمر فيلت. طبعا نجي نضغط على راديوس ونختار مثلا بهذا الجزء، راح نختار مثلا نصف قطر 1، فنجي نحدد الخط الأول مع الخط الثاني. نقدر طبعا نختار مرة ثانية وراديوس مثلا راح نخلي هنا نصف القطر 3، وراح يطلب من عندنا تحديد الجزء الأول مع الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي أقواس، طبعا هذا هو الأمر فيلت. طبعا الأمر فيلت لو عندي خط هنا مثلا هذا الخط على بعد مثلا 5، وعندي خط موازي مثلا هذا الخط على بعد أيضا 5، ونفرض أنه هذا الخط بعيد يعني بهذه الطريقة وأكو فراغ بين الخطين، أيضا بإمكاننا نعمل فيلت. فنجي إلى راديوس مثلا راح يكون فيلت بنصف قطر 2 مثلا، أضغط انتر، راح يطلب من عندي تحديد الخط الأول مع تحديد الخط الثاني. ألاحظ أنه راح يربط لي الخطوط ويعمل لي فيلت. أيضا لو عندي دائرة، مثلا عندي دائرة نصف قطرها 5، وعندي دائرة أخرى مثلا هذه هي الدائرة نصف قطرها مثلا أيضا 5 مثلا، وهذه الدائرة مبتعدة، يعني إذا لاحظ مبتعدة عن الأقواس، ومثلا راح أخلي فيلت بنصف قطر 2 مثلا. أجي إلى فيلت وراديوس فأحدد 2، راح يطلب من عندي الجزء الأول ومن ثم الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه راح يصير عندي فيلت. أيضا بإمكان أنه أعمل فيلت بنفس الطريقة، راديوس 2 وطبعا الجزء الأول مع الجزء الثاني. أيضا بإمكاني تريم انتر أتخلص من الجزء الأول مع الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي هذا الشكل من خلال الأوامر فيلت والأمر ترن. طيب عندي الأمر الآخر اللي هو الري. طبعا الري إذا أضغط على هذا السهم راح أجد مجموعة من الأوامر. عندي هنا الباث الري، وعندي ركتانجولر الري، وعندي بولر الري. المصفوفة الري يعني مصفوفة، عندي مصفوفة مربعة، مصفوفة على شكل مسار، ومصفوفة على شكل بولر. البولر المقصود بها الدائرية. مثلا راح ناخذ مثال، عندي دائرة، هذه الدائرة نصف قطرها مثلا 10 بهذا الشكل، وعندي دائرة أخرى مثلا بهذه المنطقة نصف قطرها مثلا 2. جيد، هذه الدائرة حبيتها تتكرر على أطراف هذه الدائرة الكبيرة. طيب شنو الخطوة؟ أول شيء أحدد الشكل اللي أريد أسوي له مصفوفة،
واروح على الري واجي على بولر الري، راح يطلب من عندي سبيسيفاي سنتر، راح يطلب من عندي سنتر المصفوفة. هذه الدائرة راح تتكرر وراح تفتر على اساس الدائرة الكبيرة، فراح يطلب من عندي سنتر الدائرة الكبيرة اللي راح يتم المصفوفة عليها. فاحدد الركن، عندما احدد الركن راح يعطيني هو تكرار 6 دوائر، وهنا طبعا راح تفتح لي نافذة اللي هو الري، نافذة خاصة بالاري. عندي هنا الايتم بامكاني انه اخلي مثلا 3، طبعا بس اضغط انتر او يعني اخلي السهم بهذه المنطقة راح يسوي لي 3. لو وردت مثلا 8 بامكاني من الايتم اتحكم بعدد التكرار. جيد، طبعا هذه هي المصفوف. طبعا راح ناخذ مثال، راح نستخدم بالامر فيلت والامر الري. طبعا هذا هو المثال اللي راح يكون واجب ايضا وراح نطبقه في هذه المحاضرة. طبعا هذا عبارة عن مقطع ميكانيكي يتكون من مجموعة من الدوائر. اذا الاحظ انه هنا عندي دائرة، طبعا اذا نجي هنا باللون الاحمر عندي هذه الدائرة، اذا الاحظ هذه الدائرة اللي شوفوها امامكم، هذه الدائرة قطرها 20، يعني منطيني مسافة من هنا اللي هنا 20، يعني قطر الدائرة 20. فأجي هنا أختار دائرة دايميتر، أضغط هنا كليك وراح أخلي 20 ومن ثم موافق. إذا ألاحظ راح يصير عندي دائرة صغيرة قطرها 20. فإذا رسمت هذه الدائرة، هذه اللي شوفوها أمامكم، جيد. إذا ألاحظ هذه عبارة عن دائرة، مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن دائرة، هاي الدائرة مقطوع من عندها جزء. طيب هاي الدائرة إذا ألاحظ أنه منطيني هو حجمها، إذا ألاحظ هاي الدائرة منطيني نصف قطرها مثل ما تلاحظون هنا، هذا نصف القطر منطيني 20، فإذا قطرها شقد؟ قطرها 40. في أما أختار الأمر دايميتر وأكتب 40، يا أما أختار راديوس وأكتب 20، فأجي من نفس مركز قطر الدائرة الصغيرة. في حال لو ما طلع عندي هذا المركز أخلي السهم على الدائرة وأتقرب وأضغط كليك وأكتب 20 نصف القطر، وصارت عندي هذه الدائرة الأخرى. أيضا عندي هذه دائرة، إذا لاحظ أنه هذه مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن دائرة، طبعا راح أرسمها بشكل سريع، هذه أيضا دائرة. وهذه الدائرة خلي ألغي الرسم حتى تبين، هذه الدائرة منطيني هنا، هذا منطيني هنا 45. طبعا هنا عندي سهم مقطوع، المقصود بالرسم الهندسي أنه هذا القطر من هنا اللي هنا 45، فأجي أختار قطر، يا أما قطر 90 يا أما نصف قطر 45، فراح أكتب 4 5. وأيضا عندي دائرة أخرى، هذه الدائرة الكبيرة منطيني هنا المسافة منا اللي هنا منطيني 50، أي أن نصف قطرها، هذا لاحظ أنه هاي الدائرة نصف قطرها 50. فنجي هنا نختار نصف قطر 50، جيد. الآن اكتمل رسم الدوائر. طيب شنو عندي؟ عندي هذه الدائرة، إذا لاحظ هذه الدائرة، خلي طبعا نمسح الرسومات. إذا لاحظ أنه هاي الدائرة مرتكزة ب سنتر الدوائر، لا لاحظ انه راح يكون خط عندي منها اللي هنا شقد 50، وراح يكون طبعا سنتر لهذه الدائره. طيب فنجي الى الامر لاين، طبعا ناخذ من المركز، في حال لو ما ظهر المركز فقط نخلي السهم يم الدائره او احدى الدوائر ونرسم خط، طبعا نمشي الماوس لليمين وراح نكتب 50 ومن ثم انتر مره ثانيه. اذا الاحظ هنا صارت عندي دائره، فأجي هنا أختار السنتر وأشوف إيش قد قطرها هاي الدائرة. طبعا إذا ألاحظ أنه هاي الدائرة مطيني إياها قطرها 8، وطبعا هذه الدائرة الكبيرة، هذه طبعا هذه هنا عندي دائرة مثل ما نلاحظ، هذه دائرة نصف قطرها 8، يعني قطرها 16، يعني راح يصير عندي دائرة قطرها 8 هذه ودائرة قطرها 16. فنجي هنا نختار سنتر دايميتر، فراح نرسم دائرة قطرها 8 ودايميتر راح نرسم دائرة قطرها 16. طيب
الآن إذا أجي للرسمة، إذا ألاحظ أنه هنا عندي هذه الدائرة، هذا جزء من أنا، جزء الدائرة الآخر ممسوح، فراح أجي أمسحه من خلال الأمر تريم، أضغط على تريم وإنتر وأجي أمسح هذا الجزء كله، لأن ما راح أحتاج فقط نص من الدائرة. طيب بعد أيضا عندي هنا هذا الجزء مال هاي الدائرة من أنا ومن أنا، هذا الجزء أيضا ما راح أحتاجه، أيضا راح أمسحه، اللي هو نفسه هذا. طبعا أنا شخابيط عندي، طبعا نتراجع كنترول زد. إذا ألاحظ أنه هذا الجزء هنا وجزء هنا أيضا ممسوح، هذا جزء الدائرة، هذا الجزء كله ممسوح، فمن خلال تريم، الأمر تريم، أمسح هذا الجزء وأمسح هذا الجزء. طيب أيضا هذا الجزء بإمكاني أنه أحذفه، ديليت. ممتاز. أيضا إذا ألاحظ أنه هذا الخط منه ومن أنا ومن أنا ما عندي، يعني مثل ما تلاحظون يعني عندي أنا خط هنا أنا صار أبو 50، هذا الخط، هذا الخط من هنا ينمسح ومن هنا ينمسح ومن هنا ينمسح، يبقى فقط هاي المنطقة، هذه المنطقة فقط هي اللي تكون موجودة. فراح أجي من خلال تريم راح أمسح هذا الجزء وأمسح هذا الجزء، وطبعا أمسح هذا الجزء والجزء الصغير. ممتاز. الآن هذه الدائرة وهذه الدائرة، يعني هذين الدائرتين مثل ما تلاحظون، راح نكررهن على الدائرة الكبيرة. مثل ما نلاحظ هنا هذني مكررات، 1 2 3 4 5 6 مكررات، 6 مرات. فراح أحددهن وأجي إلى الري، ومن ثم بولر الري راح يطلب من عندي المركز، هنا راح يفترن على الدائرة الكبيرة. وين مركز الدائرة الكبيرة؟ هذا مركز الدائرة الكبيرة. طبعا هو راح يخلي لي بشكل يعني مؤقت 6، بإمكاني أخلي 8، بإمكاني أخلي 10، بما أنه إحنا الرسمة مالتنا تحتوي على 6 عدد التكرارات، وراح أخلي 6 وبعدها أضغط على كلوز الري حتى يثبت. جيد. طبعا إذا ألاحظ هنا عندي أقواس، يعني هنا إذا ألاحظ عندي أقواس، مثل ما لاحظ هنا عندي أقواس، يعني هنا المفروض يكون عندي قوس وهنا يكون عندي قوس. هذا القوس شلون أسويه بالفلت. طبعا يا أما أشتغلهن وحدة وحدة بالأقواس، يا أما أتراجع قبل الأري، قبل الأري أتراجع وأجي أسوي الفلت. طبعا الفلت نجي نشوف إيش قد نصف القطر. طبعا راح نتراجع هنا حتى تروح الرسومات. إذا تلاحظون هو مطيني هنا هذا الفلت نصف قطر الآر 5، مطيني الآر 5، فأجي أختار فلت ومن ثم راديوس أكتب 5 وأحدد الجزء الأول مع الجزء الثاني، أيضا فلت راديوس، وطبعا راح يبقى يحتفظ بي النتيجة 5، بإمكاني أكتب 5، بإمكاني أضغط على إنتر مباشرة هو راح يأخذ آخر مرة فلت. جيد. الآن بعد ما سوينا فلت نجي نحدد هذا الجزء، طبعا يتكون من القوس الأول مع القوس الثاني مع القوس الثالث مع هذه الدائرة. والآن راح نعمل بولر الري حتى يكون عندي تكرار مع الأقواس. نجي إلى بولر الري، راح يطلب من عندي تحديد المركز، أضغط على أي دائرة وأرجع أضغط كليك، ومن ثم هو 6، أنا محتاج 6 فقبل كلوز. جيد. الآن فقط أحذف هذه المناطق من خلال تريم، أضغط على إنتر، وطبعا مثل ما تلاحظون طبعا هذا ما ينحذف، ليش؟ لأن ما بي جزء متقاطع، هذا بعدين يعني أتخلص من عنده من خلال أنه أحذفه بشكل مباشر بدون تريم. طبعا نتخلص من هذه المجموعة. ممتاز. الآن راح أضغط على إسكيب من الكيبورد وراح أجي أضغط على هذا القوس ديليت، هذا القوس ديليت، وهذا القوس أيضا ديليت، هذا القوس ديليت. جيد. الآن إذا ألاحظ أنه عندي خط، هذا الخط يعني بمثابة أنه هذا خط هنا أنا عندي اللي هو مركز هاي الدائرة، مثل ما سوينا خط هنا أنا صار عندي مركز هاي الدائرة، فعندي خط هنا أنا اللي هو مركز هاي الدائرة، فراح أرسم هذا الخط اللي هو راح يكون من السنتر، من هذا السنتر إلى هذا السنتر. جيد. الآن راح أجي إلى التريم وراح أحذف هذا الجزء وهذا الجزء، وراح أحذف هذا الجزء وأكبر، أحذف الجزء هذا لآخر. جيد. الآن راح أخلي فقط هذا الجزء وأحذف البقية، يعني أحذف هذا من هنا ما راح أحتاجه. جيد.
وأيضا هذه الدائرة راح أحذفها، ما راح أحتاجها. ممتاز، جيد. الآن إذا أجي هنا طبعا راح أتراجع حتى نشوف. أنا قدرت أسوي هذا الجزء ولكن سويته هيك بشكل يعني بدون مقوس بدون فلت. جيد زين، هذه الأقواس إيش قيد هو مطيني إياها الآر 3، يعني منها من الأعلى مطيني الفلت 3 ومن الأسفل مطيني الآر 6، يعني مطيني 6 ب 3 من اليمين 6 ومن اليسار مطيني 9، يعني من اليسار 9 ومن اليمين 6 وبالأعلى 3. جيد، فنجي هنا نجي إلى الفلت نشتغلهن واحدة واحدة. نجي على الراديوس أول مرة 3 انتر، راح نسوي الفوق هذه مع هذه. أيضا نجي إلى الفلت طبعا راح يكون هذا مع هذا. ممتاز، اشتغلنا الفوق. نجي إلى اللي بالأسفل، عندي هنا من اليمين راح يكون 6 ومن اليسار راح يكون 9. فنجي إلى فلت وراح نشتغل 6 أول مرة اللي هي راح تكون هذه، ونجي إلى الفلت مرة ثانية راديوس راح يكون 9 ونشتغل هذه. ممتاز، الآن هذا الجزء راح نكرره من خلال البولر أراي. إذا لاحظ أنه هذا الجزء نفسه، هذا نفسه مكرر 5 مرات، 1 2 3 4 5. فطبعا نجي إلى أول مرة نحدد الجزء اللي نريد نكرره. طبعا ضروري نحدد كل الأجزاء أو كل الخطوط، نحددهن بهذا الشكل. طبعا لا ننسى الأقواس، كل الجزء نحدده. ممتاز، بعد ما حددنا نجي إلى Array، نجي إلى Polar Array وراح يطلب من عندنا المركز، وهنا طبعا بكان ما 6 راح نكتب 5 ومن ثم Close. إذا لاحظ أنه هذا الجزء أصبح تماما بنفس هذا الجزء. طبعا في حال لو تشوفون أنه هذه المحاضرة صعبة بإمكانكم تعيدوها مرة مرتين، جدا سهلة وجدا بسيطة، محاضرة سلسة وسهلة، فقط نفتهم الأمر فلت ونفتهم الأمر أري، نقدر ننشئ رسومات عظيمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.